حملة تلقيح واسعة ضد فيروس كورونا تعرفها الجزائر في الفترة الأخيرة. العملية تشمل كل الولايات بهدف بلوغ نسبة تلقيح أكثر من 70% من المواطنين، حيث خصصت لهذه الحملة أماكن عمومية وحافلات مزودة بكل الوسائل اللازمة، بالإضافة إلى مرافق صحية وصيدليات. ولإنجاح هذه الحملة جندت السلطات العليا للبلاد فرقا طبية متكاملة تعمل بالتناوب على مدار ساعات اليوم من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين. هذه حملة تلقيح ضد الكوفيد هذا 19 اللي دارتها وزارة الصحة، كانت المدة تاعها أسبوع، ودوك رايحين نبرولونجيو هذا الآخر، خاطش الناس كاين شوية إقبال ماشي كيما مع الأول. تبقى حماية كيما البور تاع الماسك، الكمامة، كيما التباعد الجسدي، هي وسيلة من وسائل الوقاية ضد هذا الكوفيد. هي مبدئيا التلقيح ماشي يساعد بصح ما يقضيش على الفيروس، مي يحمي. بلوغ المناعة الجماعية شهر أكتوبر المقبل وضعته الفرق الصاهرة على حملة تلقيح كهدف أساسي يمكن الوصول إليه حسب أخصائيين، نظراً لحملات التوعية المتواصلة وإقبال المواطنين على مراكز التلقيح. تكلمنا عن المناعة الجماعية، احنا الهدف تاعنا هو تلقيح أكبر عدد ممكن، استعدير يبقوا باش يلحقوا هذيك المناعة الجماعية ضد الوباء هذا. المناعة هو تحصين الجسم ضد هذا الكوفيد، وكي يكون تحصين تكون وقاية الإنسان والحماية اللي معاه، استعدير في البيت في المجتمع تبقى الحماية مناعة جماعية ضد الكوفيد. احتمال تكون مجربة، يقدر يكون تطور، تكون طفرة جديدة تاع الفيروس تقدر تكون مجربة محتملة. وضع عمل وقائي استباقي لمواجهة موجة تكون أكثر وطأة من الموجة الأخيرة التي شهدتها البلاد هو الهدف الأسمى للوزارة الوصية من خلال تصدير حملة تلقيح كبرى على مدار أسابيع كاملة تحت شعار بالتلقيح تستمر الحياة.